منتخب المغرب منتخب مميز، منتخب قوي، عمل بطولة كويسة، فيهم لعيبة كتير كويسة، واحنا ان شاء الله يعني جاهزين للماتش بتاع بكرة. حلمنا ان احنا نجيب ميدالية، وحلمنا ما كانش نلعب تالت، احنا كان نلعب نهائي ونجيب الميدالية. فالماتش بكرة اكيد صعب على الفرقتين، على المنتخب بتاعنا ومنتخب المغرب، وان شاء الله يعني بنوعد مصر كلها اللي احنا نجيب ميداليه ونكسب بكره باذن الله. اكيد هو يعني او بعد الماتش، بعد الماتش كان طبعا ماتش كان صعب وماتش كان قوي مع منتخب فرنسا، فخلاص الماتش خلص واحنا بنفكر في الماتش اللي جاي بتاع المغرب ده اللي هو بكره، وان شاء الله يعني نفوز ونفرح مصر كلها ونفرح اهالينا اللي احنا بنوعدهم اللي احنا نجيب ميداليه باذن الله.